السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم فيديو جديد طبعا على بنا طلباتكم. كتير جاتني أسئلة وقالت لي أبو أدم بدنا نشوف تربية اللي هو السمان وكيف أنت بتربيه وهيك ومن الكلام هذا. فصراحة أنا طلعت على جارنا وقلت إن أنا أشتري سمان. صراحة أنا مش حكتر يعني حجيب لي يعني جزئين أو جزئين ونص على أساس إنه أنا مش كتير في السمان، بس أنا حجيبه على أساس إنه في كتير قالوا لي ربي لنا إياه خلينا نشوف كيف بتربيه وكده. تمام. فقبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة الخير ياريت حبطرش لايكات، ولو أول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه الجرس يصلكوا الجديد. حبايبي هلقيت بدنا ننقي معاكم ذكر وأربع عناتي وحناخدهم على البيت اللي أنا بدي أحطهم فيه، خليكم معنا. تمام يا جماعة الخير هلقيت حنلقي معاكم ذكر. صراحة أنا في ذكر عجبني إذا أنتم شايفينه هيوا كداك، فحجيبه ونشوفه معاكم هل هو سليم أو لا. يعني إنه أنت تنقي تشوف جناحينه هل فيها كسر جري، هل فيها كسر بيمشي بيمشيش بياكل بياكلش، على أساس إنه أنت برضو تطلع على مناخيره إذا في رشح فيه إنفلونزا فيه إنه أنت ما تاخدهش وتجيب واحد تاني. تمام. هلقيت حنجيب واحد اللي هو فرجيناكو إياه، ولو ما عجبناش هناخد واحد تاني. تمام. طبعا الذكر بتميز الذكر يا جماعة الخير في الريش مسحوب، ما فيش نقاط، يعني بتلاقي الريشة مسحوبة هيك زي ما انتم شايفين، الريش عليها زي سهم أبيض مسحوب سحب، هذا هو الذكر. صراحة هذا عمره 30 يوم. تمام. فهو بيكون جاهز بعد اللي هو 40 يوم. فاحنا بدنا نشوف الذكر تبعنا، هذا هو الذكر تبعنا اللي احنا حبينا ان احنا ناخده. زي ما قلت لكم في سحبة على اللي هو الريش وكده. تمام. فخلينا نشوف كيف هيكون شكله، واذا عجبنا هناخده واذا ما عجبناش هنسيبه وناخد غيره. تمام. فمش عارف صراحة، خلينا نشوف كمان مرة. صراحة في ذكور كتير كتير حلوة. بالنسبة للنتاية يا جماعة الخير بتكون مسحوبة بنقاط دائرية على الصدر، فهذه هي النتاية. إذا أنتوا بتلاحظوا في نقاط دائرية على الصدر فهذه هي بتكون النتاية. تمام. هذه هي النقاط اللي هي المدورة، هذه هي النتاية. تمام. تمام يا جماعة الخير احنا هننقي اول اشي الاناتي وبعدين ننقي الذكر، على اساس انه احنا بركن عجبنا ذكر تاني ناخده. تمام. فهننقي اول اشي الاناتي اللي بتلاقيها صدرها مليان. تمام. هنشوف معاكو اناتي صدرها مليان ومرتبة، هاي هذا صدرها مليان ومرتب. تمام. هناخدها. امسك. تمام يا جماعة الخير احنا نقينا الذكر هذا، فانا عجبني منظره، عليه لطشات سود وابيض، فحناخده هناخد هليت كمان انت تلت اناتي. حنقيهم برضو صدرهم مليان، فأنا إلي خاطر نشوف هذه. لا ذكر صراحة يا جماعة الخير كل واحد أحلى من الثاني، مش عارف صراحة كل ذكر أحلى من أخوه. فبسم الله ما شاء الله عليهم. فحنجيب زي ما قلت لكم نتاية اللي خاطر اطلع فوق في القفص الثاني بركن الاقي نتاية حلوة. اشوف هذه فمش عارف صراحة كلهم حلوين بسم الله ما شاء الله. خلينا نطلع فوق في القفص الثاني. تمام يا جماعة الخير هنشوف نتاية لقيتها هنا.
هذا ذكر. لا 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 ما عجبتنيش ولا حد. استنى اشوف هذه لونها فاهي حلو. تمام انا لي خطره خد هذه لونها حلو كتير، لونها هيك زي الكرموازي، كرموازي هيك ذهبي حلو، فحاخدها. تمام مش عارف صراحة اللي خطر اخذ واحدة سكنية كمان، بدي اخذ واحدة سكنية، حاخذ واحدة سكنية. بتخوف السكنية. تمام نشوف القفص الثاني. خلينا نشوف النقي هان كمان حبتين. صراحة يا جماعة الخير ألوانهم حلوة كتير كتير كتير، ألوانهم كتير بسم الله ما شاء الله حلوة. ألوانهم عاملة زي الكوفية الفلسطينية، فحنشوف كمان التاية. نشوف هذه شكلنا هناخد هذه، فحناخد هذه جماعة الخير. فا يا كم واحدة صاروا؟ وهي طيروا الأربعة دول نتايا. تمام فبدنا ناخد كمان واحدة اللي خاطر أجيبها حلبية، فحنشوف نتايا حلبية. ذكر هذا يا ابني، فحنشوف هذه مش عارف صراحة يا حلبية يا بيضة. واحدة فحنجيب واحدة كتير 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 منظرهم رائع بسم الله ما شاء الله. كل واحدة أحلى من الثانية بسم الله ما شاء الله. فحناخد واحدة لقيتها مش عارف صراحة منظرهم كتير كتير معشقة حلوة. ناخدك ناخدك. تمام يا جماعة الخير احنا هناخد القيت كمان انتايا. خلاص احنا هناخد انتايا لقيتها بيضة ونروح لقيتها على المزرعة. تمام هناخدهم على المزرعة ونشوف ايش نسوي فيهم وكده، فخليكم معنا واسلخوا لايكات. تمام تمام يا جماعة الخير وصلنا بيت اللي هو الحمام، فأنا هحطه في بيت الحمام. ليش؟ لأنه اللي هو الفر هذا يا جماعة الخير أنا متعود أجيبه وأحطه في بيت الحمام على أساس إنه هو يأكل الفاش والحشرات، أي نوع حشرات بيأكله، وبنظف اللي هو بيت الحمام من أي قمحة شعيرة خبزة أي حاجة هم مش مكلينها، هم هذول الفر بيأكله تمام أو السمان بيأكله. فخلينا نشوف ايش نسوي او كيف نحطهم. زي ما شايفين تو انا نقيتهم من عند الزلمة بسم الله ما شاء الله، وطبعا انا جبتهم على بناء طلبات اللي هو المتابعين قالوا لي يا ريت تجيب سمان، فانا يعني صراحة كان نفسي اجيب اكتر من هيك، بس يعني انا قلت خليني على 5 حبات اللي هو 4 اناتي وذكر. تمام فحنبدأ ان هو نطلعهم ونقول بسم الله ما شاء الله، نتأكد عشان لو ما فيش حد بطير او فيش حد بتحرك نرجع للزلمة. انا ما قدرتش ارجع للزلمة يعني ما قدرتش ان افحصهم عنده، فبنمسك هيك وبنرمي. تمام اذا طارت ومشيت 100% شايفين. ها خلصوا. فبس هذا كان يعني موضوعنا اليوم. اتمنى انه الفيديو يكون عجبكم، اتمنى انه انتم تسلخوا لايك، ولو عجبكم الفيديو تشيروه لاصحابكم وكده، وبتمنى ان انا اكون اللي هو عملت حاجه انتم طلبتوها مني وتكون استفاده لكم. هنبقى في الايام اللي جايه نشرح عنهم ايش فوائد لحمهم وايش احنا مطعميهم وايش فوائد البيض تبعهم
ومن الكلام هذا تمام يا جماعة الخير حبايبي، بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، لو أول مرة بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه الجرس ليصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليك يوم من غير ابتسامة، كثروا من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.